وزارة التنمية المحلية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. وتم تشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طول أيام فترة العيد. طيب خلينا نتعرف، وزارة التنمية المحلية هتعمل إيه؟ محافظين وكافة المحافظات دوين المحافظات هتعمل إيه؟ بصحبتنا الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وأيضا المتحدث باسم الوزارة اللي مشرفنا على الهاتف. أهلا بك يا دكتور في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم وبأهلنا في محافظات مصر كلها وكل سنة وأهلنا في كل محافظات المصرية بخير وسهلا. أهلا بك يا دكتور. إجراءات بالتأكيد ليها طابع خاص، وخصوصا أن يعني الدولة بتبقى أجازة، لكن حضراتكم هتعملوا ايه في هذا الوقت، وخصوصا ان طبعا بالتاكيد في عدد كبير جدا من المصالح الحكوميه بتبقى معطله. يعني خليني اقول لحضراتكم زي ما اكد مع الوزير اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه انه تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه ودوله رئيس مجلس الوزراء تم التعميم على المحافظات المصريه برفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك بمجموعه من المهام سواء قبل العيد او اثناء العيد ان شاء الله. طبعا ربط غرفه عمليات الوزاره بغرف الازمات والعمليات على مستوى المحافظات المصريه تيسيرا لتلبيه واستجابه ل يعني الخدمات اللي موجوده اثناء عيد الفطر المبارك. طبعا كل الزملاء العاملين في وحدات الإدارة المحلية نحن جميعا على تواصل وعلى الأرض ولتنفيذ مجموعة من المحاور، أولها هو التعاون ما بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات، وده بداية لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد الفطر إن شاء الله وتأمين ساحات الصلاة مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد وكمان النظافة الخاصة بها والتجهيزات المختلفة من فتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة الميادين والمحاور ويعني اتخاذ كل ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري اللي يليق بأهلنا في المحافظات المصرية. أكد كمان معالي الوزير على مجموعة محاور أخرى في الكتاب الدوري وهو قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحال والأسواق، وده لضبط والرقابة والتأكد من صلاحية الأطعمة المطروحة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات زي ما حصل على مدار الأيام السابقة حرصا على سلامة وصحة أهلنا المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالاستمرار والتأكيد على استمرار عمل منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار ملائمة ومواجهة أي غلاء في الأسعار، وده من خلال عرض كميات كبيرة من السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية من جانب، كذلك الأمر استمرار المعارض الثابتة والمتحركة على مدار أجازة عيد الفطر المبارك مع التأكيد على توفير كافة السلع التموينية والبترولية وتشديد الرقابة وحملات التفتيش من جانب الزملاء على جميع المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة للمواطنين، وده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر. المحور الثاني وجه مع الوزير السادة المحافظين باستمرار تنظيم معارض السلع المرتبطة في الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين بمناسبة العيد المبارك، وكذلك أمر المعارض المتمثلة في الملابس والأحذية والأقمشة وغيرها من المنتجات ومستلزمات العيد إن شاء الله مع حجز أكبر عدد من العارضين وده لتلبية احتياجات المواطنين. المحور الرابع اللي كمان يعني شدد عليه على أهميته القصوى مع الوزير منع مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية خاصة البعض من ضعاف النفوس بيتهيأ له نفسه خلال الاجازات ان هو يقوم باجراء مخالفات، وبالتالي تم التاكيد على الزملاء في المراكز والمدن والاحياء والمعنيين صحيح وقوات انفاذ القانون انها يكونوا طبعا بيواجهوا هذه الظاهره و يعني من مستعدين من المنبع بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده. طبعا مع التاكيد
على المحور الخامس المهم جدا، وهو الحفاظ على الصحة العامة. وجه السادة المحافظين بالتنبيه على مسؤولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وده لاستقبال أي حالات مرتقبة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات المصرية مواجهة أي حالات طارئة، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات. نستخلص من كلام حضرتك دكتور خالد أن قطاع التموين وقطاع الصحة في رفع درجة الاستعداد، هل في قطاعات أخرى يتم رفع درجة الاستعداد بها خلال الفترة دي؟ طبعا يا فندم، كل القطاعات الخدمية اللي موجودة على أرض المحافظات المصرية، كما تعلمي حضرتك احنا بنقدم يعني العديد من الخدمات، وبالتالي كل هذه الخدمات على قدم وساق، والربط ما بينها وما بين غرف العمليات على مستوى المحافظات والغرفة المركزية يعني في وزارة التنمية المحلية مع غرفة مجلس الوزراء، وده كمان التأكيد على مدار ال 24 ساعة خلال عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وخير. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير يا رب. طب لو مواطن عنده حصلت أي مشكلة أو طارئ، يعني إزاي يتواصل مع غرفة الطوارئ في المحافظة؟ سرعة الرد بتستغرق قد إيه؟ يعني خليني أقول لحضرتك لكل محافظة في الخط الساخن الخاص بيها، لكن كمان إحنا أضفنا مبادرة صوتك مسموع على مستوى المحافظات المصرية كلها، والمبادرة سواء على الفيسبوك صوتك مسموع أو على الخط الساخن 15330، كذلك على رقم الواتساب الخاص بمبادرة صوتك مسموع اللي هو 0200 353 31. طيب دكتور، دايما في توجه من الدولة للسيطرة على العشوائيات، احنا شفنا قد ايه تكفلت او تكبدت الدولة مصاريف طائلة لخلق مجتمعات سكنية متكاملة زي ما احنا شفنا، ازاي هيحصل مراجعة تامة وسيطرة تامة على البناء العشوائي في فترة العيد؟ عشان كده فندم يعني شدد معالي الوزير على أهمية القصوى اللي بتوليه الدولة لمنع هذه البناء العشوائي، وعشان كده في عندنا وحدات للمتغيرات المكانية، وبالتالي هذه الوحدات مربوطة بالأقمار الصناعية، وبالتالي أي ظاهرة بتبقى موجودة لبناء غير مخطط أو بناء عشوائي على طول بيتم تنفيذ الحي أو المركز المختص بينزلوا يزيلوا هذه التعديات أو هذا البناء المخالف في المهد على طول، واتخاذ الإجراءات طبعا القانونية حيال المخالفين. يعني أكيد كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، شكرا جزيلا لحضرتك.